إلهام شاهين تهاجم هذا الفنان بعد قوله إن قبلات السينما سيئات جارية. بعد هجوم إلهام شاهين على فنان رفض القبلات، 6 فنانين يرفضون. اوعى تغمض عينيك، صورة لبنت أحمد زاهر في أحضان الساقة اتفرج. إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة، إليكم التفاصيل. ابنة أحمد زاهر تهاجم منتقدي شقيقتها ووليدها في فيديو. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب أحمد زاهر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد زاهر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أحمد زاهر يرد على انتقادات صورته مع ابنته في حمام السباحة. أعرب الفنان أحمد زاهر عن انزعاجه من ظاهرة التحرش الجنسية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مطالبا الدولة بتشريع عقوبات أشد قسوة لمواجهة المتحرشين. وأضاف زاهر خلال حواره ببرنامج إي تي بالعربية أن كثيرا من النجوم يتلقون تعليقات مسيئة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وتحرش لفظي بكثير منهم، لا سيما الفنانات، موضحا أنه في حال تلقيه لأي من هذه الإساءات سيتقدم ببلاغات رسمية مثل ما فعل الفنان شريف منير. وأبدى زاهر غضبه الشديد تجاه ما تعرض له من انتقادات بسبب صورة نشرها مع ابنته ليلي داخل حمام السباحة، موضحا أنه ظهر محتضنا إياها بالكامل ولا يظهر منها سوى وجهها وجزء من ذراعيها. ورغم ذلك انهالت التعليقات المسيئة لهما قائلا: ولي أقول لك إزاي تحضنها وهي بنتك؟ أيوة حضرتك بتفكر إزاي؟ مش فاهم، دي بنتي طبعا هحضنها. يذكر أن أحمد زاهر ينتظر عرض فيلمه الجديد زنزانة 7 بطولة نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي ومدحت تيخة، تأليف حسام موسى وإخراج إبراهيم نشأت. كما شارك في رمضان 2020 بمسلسل البرنس مع محمد رمضان، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس ورضوان البرنس. يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه 6 وهم عبد المحسن ويجسده أدوارد وفتحي أحمد زاهر وياسر محمد علاء ونورة ريم سامية وعادل أحمد داش ورأفت أحمد فيهم. إلهام شاهين: جلال الشرقاوي صفعني بالقلم بسبب أشرف زكية. كشفت الفنانة إلهام شاهين أثناء استضافتها في برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانية وإذاعه على قناة الدي أم سي أن المخرج جلال الشرقاوي صفعها على وجهها بسبب تطاولها علي. وقالت: كان جلال الشرقاوي حينها عميد المعهد وكان مؤمن بي وجعلني بطلة فرقته، ولكن لم أكن أحب أن يتحكم في أحد أو في شؤون الشخصية. وما حدث أنني كنت أنا وماجد زكي أصدقاء ودفعة واحدة، وأعرف أشرف زكي من خلالها. وفي أحد الأيام أتى أشرف للمسرح من أجل صديقة الفنان أحمد صيام، فندهت له وجلسنا سويا في حجرتي. وأضافت إلهام شاهين: بمجرد دخوله الغرفة أتى المخرج جلال الشرقاوي مسرعا وقال لي: أنا مش مانع ضيوف الغرف. فقلت له إن الجميع يستقبل ضيوفا في حجرتهم، فهل هذا القرار لي فقط؟ فقال: نعم. وحينها تطاولت عليها مما دفعه أن يصفعني بالقلم. أما خلافي مع حسن الإمام فكان بسبب أنني طلبت منه قراءة سيناريو الفيلم قبل أن أوقع العقد، وذلك عندما عرض علي بطولة فيلم من إخراجه، فحينما اعتبر ذلك إهانة. وتذكر أنه كان يحكم مشاريع التخرج في المعهد، وعندما علمت أنه موجود رفضت أن أخرج على المسرح. وعندما أخبرته سميرة محسن صعد لي وقال: أنت عبيطة، هتضيعي سنة من عمرك عشاني؟ وامتحنت ونجحت. وتنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض حكاية حتة مني ضمن حكايات مسلسل زي الأمر إنتاج المتحدة للخدمات العالمية ومها سليم، وهي من سيناريو وحوار شهيرة سلامة وإخراج حسام علي. ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كل من أحمد وفيق وإناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي وحنان سليمان ومؤمن نورة وعدد آخر من الفنانين الشباب. وكانت قناة سي بي سي أعلنت بدء عرض حلقات حكاية حتة مندية للنجمة إلهام شاهين، وهي أولى حكايات مسلسل زي الأمر يوم السبت الموافق 20 من مارس الجارية الساعة 8 مساء، حيث طرحت القناة بروم الحكاية وكشفت عن طبيعة الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة.
التي تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء في السينما أو الدراما. إلهام شاهين لشروق أكره الحسابات وتعامله مع الفن من نظرية خالف تعرف. لسنوات طويلة كانت الفنانة إلهام شاهين صاحبة أحد الأطباق الرئيسية على مائدة دراما رمضان، وكانت واحدة من ضمن العشرة المبشرين بإعلانات هذا الموسم، وهو اللقب الذي أطلقه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة على عدد من الفنانين بعينهم في هذا الوقت، بعد أن ظلت الدراما المصرية لسنوات عديدة متتالية تراهن عليهم دون غيرهم للمشاركة فيما وصفت بالأعمال الرمضانية. فلا يخلو موسم رمضان من اسم واحد من هؤلاء، ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين التي قلت مشاركتها في الدراما الرمضانية تحديدا والتلفزيونية عموما في الأعوام العشر الأخيرة، فلم تقدم سوى مسلسلين فقط هما معالي الوزيرة إنتاج عام 2012، والجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية إنتاج 2016، وغبت بعده نحو 4 أعوام إلى أن عادت مؤخرا من خلال مسلسل زي الأمر الذي عرض خارج الموسم الرمضاني وتضمن مجموعة من الحواديث، كل حدوتة منها تلعب بطولتها فنانة مختلفة وتدور أحداثها في 5 حلقات فقط. فما سبب إقبالها على هذه التجربة وعن سبب غيابها عن الموسم المفضل لها دار هذا الحوار؟ لماذا قررت العودة للدراما التلفزيونية من خلال حدوتة في 5 حلقات فقط وأنت لسنوات كنت نجمة من نجوم دراما رمضان؟ بطبيعتي أكره الحسابات، ومعروف عني أنني خالف تعرف، فحينما أجد دورا مختلفا في عمل غير متوقع ربما لا يستطيع أحد الاقتراب منه، بل ويشعرون بخوف من دخول هذه المنطقة، أقبل عليه بشدة. وهذا سر قبول تقديم حدوتة في 5 حلقات وخارج الموسم الرمضاني. لكن لابد أن يكون هناك سبب. ما دفعك لقبول هذه التجربة؟ أي عمل جديد أشارك فيه يقودني حماسي إليه دون أي اعتبارات أخرى؟ فكما قلت أنا أكره الحسابات والتفكير في أي خطط مستقبلية، وأنا دوما أترك حماسي يحدد موقفي من أي مشروع جديد، ولو لم أشعر بهذا الحماس لا أجد ضررا في الجلوس في البيت، وبالتالي فحماسي لفكرة المسلسل زي الأمر. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم بالتعليقات. ما هو سبب إصرار إلهام شاهين على إهانة أحمد زاهر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.